مرحبا، انا اسمي فراس خلف من الفريق المنظم لمسابقه هالت برايز جامعه فيرزه. حبينا نعمل لكم فيديو قصير عن اكثر الاسئله اللي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك ونجاوب عن هاي الاسئله. وعشان تتعرفوا اكثر على المسابقه تابعونا لاخر الفيديو. اول سؤال كان معنا ومن الاسئله كثير تواردت عنا على الصفحه هو انه ايش هي مسابقه الهيلث برايز. مسابقه الهيلث برايز هي مسابقه عالميه بتشجع على الفكر الريادي، بتحشد اكبر عدد من طلاب الجامعات حول العالم عشان يجدوا حل لتحدي معين او مشكله معينه العالم كله بواجهها، وكل سنه التحدي بتغير عن السنه اللي قبلها. السؤال الثاني هو كان ايش تحدي السنه. تحدي السنه هو كان بيركز على تقليل البطاله في المجتمعات بشكل عام، خصوصا بين فئه الشباب. فانت معك مليون دولار في خلال 10 سنوات، بدك تخلق فرص عمل ل 10,000 شخص بمعدل 10 ساعات او 10 ساعات عمل اسبوعيه، وكمان لازم يكون هذا العمل ذو تاثير ايجابي على المجتمع. السؤال الثاني كان معنا كيف ممكن نسجل. هلا بتحتاج فريق من 3-4 اشخاص عشان انت تعمل تيم وتشارك في المسابقه للسنه. بتفوت على هيلث برايز ات بيرزيت يونيفرسيتي وبتلاقي اللينك اللي انت عن طريقه بتسجل، او اذا انت كمان شخص حاب تشارك كثير بس انت مش عم تلاقي فريق تشارك معه، ممكن تدخل على هيلث برايز ماتش ميكينج واحنا راح نساعدك انك تلاقي فريق. كمان كان معنا السؤال هل شرط يكون في فكرة جاهزة حتى نسجل؟ هلا انت ممكن تسجل اذا ما كانش عندك فكرة اصلا، او عندك شبه فكرة، او فكرة يعني almost جاهزة انك انت تسجل فيها وتتنافس مع الفرق الثانية. واحنا راح نساعدكم، للي ما عندوش فكرة راح نساعدكم كيف ممكن تطلعوا بفكرة وتعملوا البرزنتيشن تبعكم قبل العرض النهائي. السؤال الخامس كان معنا امتى اخر موعد للتسجيل وامتى موعد المسابقة؟ اخر موعد للتسجيل هو في 2011، والعرض النهائي راح يكون في 9/12. كمان كان معنا سؤال ايش مراحل المسابقة؟ هلا الفرق اللي راح تشارك في الهيلث برايز اول شيء راح تتنافس على مستوى جامعة بيرزيت، بعد الفرق المتأهلة من جامعة بيرزيت راح تتنافس إقليميا وراح يروحوا على دولة من 25 دولة اللي راح يعرض فيها أفكارهم كمان مرة. بعدها الفرق المتأهلة من المرحلة الإقليمية راح يروحوا على لندن لمدة 6 أسابيع ويجهزوا حالهم قبل العرض النهائي اللي راح يكون في اليو إن. كان معنا كمان سؤال هي كم مدة العرض المطلوبة؟ البرزنتيشن راح يكون مدته 6 دقائق، وراح يكون في أسئلة وأجوبة من قبل الحكام لمدة 4 دقائق، وراح تكون كلها في اللغة الإنجليزية. آخر سؤال كان معنا هو شو بستفيد كمتسابق في الهيلث برايز؟ في الهيلث برايز ما في حدا بيخسر، ما في خسرانين في الهيلث برايز، لأنك أنت أوريدي لما تبلش تشتغل وتكون فريق بلش تشتغل على فكرة كيف انت بدك تبني البزنس تبعك، انت بتبلش تجمع علاقات، بتبلش انت توسع نطاق تفكيرك كيف انت ممكن تعمل بزنس، كيف انت ممكن تأثر على حياة ناس. كمان انت بكون عندك الفرصة انك تربح مليون دولار وتربح سفرة لدولة من 25 دولة حول العالم. وكمان غير هيك اللي بتأهلوا من الريجنال بيكون لهم الفرصة انهم يعيشوا في قصر هاري بوتر في لندن لمدة 6 أسابيع.